بسم الله محمد مهول ممثل مواليد مدينة المحمدية 1959 على كان تواجدوا أمام مسرح بوعبيد. هذا المسرح في البداية ديالنا كانوا عيطوا لنا العمالة، كانت هنا جوطية، كان كل شيء عايش في الجوطية، البيع والسرية، الفقراء، سرق الزيت، البخوش، كل شيء عايش، الكلاب، المشاش، كانت جوطية منفعة. داروا لنا اجتماع في العمالة في واحد الوقت باقي نعقل، قالوا لنا المتطلبات مدينة المحمدية، وقلنا هاد الناس كيخبوا في المسائل الثقافية والفنية مزيان. قلنا لما ودينا بغينا دار ثقافة، بغينا مسرح، عندنا غير دار الشباب وحدة اللي كانت عندنا. فعلا حيدوا الجوطية وداروا هاد المسرح ديال بوعبيد. هاد المسرح خد واحد المدة هو مسدود، مدة طويلة هو مسدود، علاش الله أعلم، ما عرفش، ما لقاوش ليه السمية. ملي لقاو ليه السمية وفتحوه خدوا المجلس البلدي ولا ديالو بحال شي حاجة بغي يستافد منها هو ولا الله أعلم. احنا في مشكل، ملي كنبغيو نعرضو كيقول لك 10,000 درهم إلا بغيتي المسرح، وأنا بغيت نعرف هذا المسرح بعدا ديال من؟ واش ديال الفرق الفنيه اللي في البلاد ولا قاعه ديال العراس كتكرا ولا؟ وكيدوزوا تظاهرات ثقافيه هنايا تابعين للبلديه واجتماعات ديال الاحزاب والواسطه وكذا، وهذا الشيء كيدوز في هذا المسرح. ولكن هنا مسرح محمد الخامس وكيتعطى بثمن رمزي، مازال كنكرر هذه الكلمه، مسرح محمد الخامس بثمن رمزي كيتعطى الفرق، وحنا ولاد البلاد 10,000 درهم. وداز واحد الوقت دابا بغينا نبداو، كنت مرت واحد المرض راه الناس في راسها، خرجنا من العمليه بغينا نخدموا، ما عندناش شي مهنه من غير المسرح وهادشي اللي كاين، نعيشوا حنا ولادنا. عطاونا المسرح، فرحنا، عطاونا المسرح بالمجان بحكم غوتنا تاعينا حنا ولاد البلاد، غنعطوكم الزيت ديال المسرح. عطاونا المسرح لي زانفيتاسيون، ها هما درنا المسرحيه. وهذه المسرحيه بعدا احنا بعدا ما محزبينش، الاخوه اللي معايا في الفرقه كلشي ما محزبش. اولا هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه لي زانفيتاسيون، جينا قال لك لا سيدي اخر لحظه ما غنعطيكمش المسرح، سيروا الى اجل غير مسمى. علاش؟ الله اعلم. مسرحيه مالها؟ كتكلم على البيئه، الاحتباس الحراري، وهذا موضوع عالمي، العالم كله كيتكلم عليه بالفرحات عليهم هذوك الناس. فرقة مدينة المحمدية تكون صباقة لهذا الموضوع، هذا موضوع حساس كيهم العالم بأسره، وحنا كفرقة مدينة المحمدية هو عمل تحسيسي وكوميدي في نفس الوقت، تحسيسي وكوميدي. اللي بغي نقول لهاد الناس أعداء الثقافة في هذه المدينة، بغي نقول لهم كنتو تخلوها جوطية، علاش ديرنا دار الثقافة؟ حتى واحد ما كيستافد منها، المسرح ما كيستافد منه حتى شي واحد، كتستافد من غير نتوما. ديروا لنا محطة ديال الكيران، بلاصة هادشي حيدو، ديروا محطة. المحمدية ما فيهاش محطة الكيران كتربط ما بين المدن المغربية، اللي بغى يركب خصو يركب تاع الدار. شي حاجة نستافدوا منها حنا، إذا ما استافدنا حنا باغيين على الفلوس، وديروا محطة ديال الكيران، ديروا شي ستة طواليطات، أنا ديروا درهم لواحد وقضيو الغرض ديك من الجمعة عصر. هاد أعداء الثقافة لي أنا كنتكلم خضر، سمحوا لي، أنا راه عندي نيشان، أنا ولد البلاد، وهذه فرقة فيها ولاد البلاد، والموضوع تحسيسي وكيهم المغاربة وكوميدي. أنا بعاد على الأحزاب وداك الشيء وهذا الروينة، علاش عطونا؟ وطبعا زانفيتاسيون، والناس جاو، إلا درتي دورتي الكاميرا الناس جالسة فوق الدص، الناس مريحة، حنا دوينا بالأدب. قولوا له ما ودي حشومه كفا، راه معايا سير عن قاوي في عمره 70 سنه وانا في عمري 58 سنه، كفا ما تكيلوا فينا، عار هادشي عار. هذه رساله لسيدنا الله ينصرو، رساله ليه باش يعرف هاد الناس اش كيديروا، راه حشومه وعار عار عار عار. والسلام عليكم، كنشكر الاخوان اللي ثاني مره كيستقبلوني، وشكرا للجميع. وحنا راه في بلاد ديال الديمقراطيه والشفافيه وحقوق الانسان، اللي ضراتو شي حاجه خصو يقولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس إذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.